ومعنى إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمانا بفرضية الصوم، وإيمانا بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل العظيم وهو غفران الذنب، واحتسابا أي أنه لا يطلب بعمله إلا وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا خوفا من إنسان يعاقبه إذا لم يصم. في خصائص شهر الصوم وفضائله، لشهر الصوم شهر رمضان خصائص ليست لغيره من شهور السنة، فمن ذلك أولاً أنه شهر القرآن، فقد نزل الكتاب العزيز في شهر رمضان كما قال الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والأمر الثاني أنه أرجى الشهور لغفران الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. انسلخ يعني انتهى الشهر. الحديث أخرجه ابن خزيمة وأصله في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمانا بفرضية الصوم، وإيمانا بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل العظيم وهو غفران الذنب، واحتسابا أي أنه لا يطلب بعمله إلا وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا خوفا من إنسان يعاقبه إذا لم يصم. الأمر الثالث العتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رمضان قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. ومعنى العتق من النار أي الخلوص والنجاة من النار فلا يدخلها. رابعاً تصفيد الشياطين وإغلاق أبواب النار وتفتيح أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى أقصر يا باغي الشر أقصر، أقصر يعني أمسك عن المعاصي وكف عن فعلها. الأمر الخامس من خصائص الشهر الفضيل أن فيه ليلة العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، وهي ليلة القدر كما قال الله سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام:
الحديث أخرجه النسائي. سادساً، أن العمرة في رمضان تعدل ثواب حجة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، الحديث متفق عليه.